مساء الخير. تتعدد القراءات والخلاصات للنتائج البلدية والاختيارية التي لم تبرد نارها بعد، ومع غليان الأيام الفائتة بمفاجآت على أكثر من جبهة وفي أكثر من منطقة، يطرح السؤال الأهم اليوم: ماذا بعد؟ كيف سيكون الغد بعد هكذا انتخابات؟ هل ستتجه القوى إلى قراءات موضوعية متأنية في جردة نقد ذاتي؟ أم ستعود كما هي الحال دائما إلى ردود الأفعال وتجاذبات ثبت بالوجه الانتخابي أن المواطن اللبناني ملها وعبر عن ذلك في صناديق الاقتراع؟ إلى أي مدى شكل شد العصب رافعة لبعض اللوائح؟ وإلى أي مدى تقلب القواعد الشعبية والتحالفات السياسية التي هبطت عليها بالباراشوت أحيانا من دون تحضير مسبق للأرضية ومن دون إقناع، كيف أثر ذلك؟ هل من تدخلات خارجية أيضا أدت إلى حسم بعض المعارك اللي اعتبرها يعني البعض أنها كانت مفاجئة، خاصة طرابلس؟ هل كانت هذه المعارك كما يجب أن تكون معارك إنمائية؟ ومن الذي ما الذي سيسها إلى هذا الحد؟ السؤال أيضا يقفز إلى الأذهان: ترى لو تمت الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة، أو حتى انتخابات مسبق يسبق موعدها قليلا بضعة أشهر، هل كنا سنشهد هذه الانقلابات؟ وهل سنشهدها إذا جرت هذه الانتخابات النيابية هذه السنة أو بعد سنة تقريبا كما هو مقرر؟ أرحب مشاهدينا في هذه الحلقة بضيوفي، ومعي في استوديو عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق دكتور مصطفى علوش. مساء الخير دكتور مصطفى. أرحب أيضا بالمحلل والكاتب السياسي أستاذ وسام سعادة. أهلا وسهلا فيك أستاذ وسام. مساء النور. أيضا ينضم إلينا بعد قليل مدير مركز الرأي للدراسات جوني نحاس، وسنكون لاحقا مع رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن، ومدير مركز الأمم للأبحاث والتوثيق لقمان سليم، ونتحدث عن فيلم تدمر. هذا الفيلم المهم جدا، بتمنى كمان ضلوا معنا لتتبعوا، مش بس السياسي مع أنه كمان سياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور علوش. عم شوف الابتسامة على وجهك، مرتاح كأن طالع من معركة طرابلس وغبارة بارتياح. يروح رياضية. هلا بولا، المفروض يعني اللي حكيتيه أنه نقعد وندرس الأسباب. الشيء اللي بيبتسم له الواحد أنه حقيقة منطق أنه ناخد الناس مثل يسموها بالإنجليز for granted، أنه مضمونين مضمونين، هذا انكسر. وهذه شغلة بتخلي كل القوى السياسية والزعماء التقليديين والأحزاب، حتى اللي عمليا هي منها ثورية، لأنها أحزاب تقليدية كلها تسوى حتى بطبيعتها بتلاقيها ورثت الأقطاع السياسي. من أحزاب حتى يعني لا ما عايب نسميها أحزاب مما كانت، ورثت الأقطاع السياسي، منطق الأقطاع السياسي، أنها تقعد تفكر أنه وين شو بقدر صلح لحتى أقدر صلح. وهل صحيح انه المواطن اللبناني لحدال مثل ما هو دائما يعني تاريخيا كيف كان؟ اول شيء في ببعض الاماكن في تصويت سلبي احتجاجي يعني بعد ما النزول نهائيا على الانتخابات، وهذه كانت ببيروت وطرابلس بالتاكيد شعار الاهم. واللي صوت كمان في عند بكثير محلات كان كمان عنده تصويت اعتراضي. وخلينا نقول انه بشكل واضح منطقه تسونامي السياسي الحزبي الطائفي حتى كله تسوى سقط بكل الاماكن. يعني اذا نطلع نعمل من الخارطه الانتخابيه اللي صارت بكل لبنان، منلاقي ولا محل زبط اي تسونامي، وحتى مش تسونامي قصدك يعني ما استمر. إذا عم تحكي لواء أشرف ريفي كان تسونامي برأيك؟ خليني أقول أنه مش تسونامي، لأنه عمليا لما عم نحكي تسونامي عم تحصدي 70-75. هلأ رجل التايتانيك حاليا يعني هو اللي أطلق كلمة تسونامي على مجيء العماد ميشيل عون وقتها بال 2005. صحيح. فلما تستخدم بالسياسة تسونامي هو الاكتساح. ايه طبعا، هلأ عم نحكي اكتساح بشكل كتير كبير، لكن عمليا انا ما بدي اقلل من الربح والانتصار الواضح اللي حققه اللواء ريفي بقلب طرابلس. خلينا نكون واضحين، حققه علينا بالتاكيد، نحن كنا بالمواجهه بهالمعركه هذه، ولكن خلينا نطلع بنلاقي انه نعم، خلينا نعترف له بهالشغله هذه، وحققه عمليا لوحده
ومن دون تحالفات بأرخص هذه. حقيقة حققوا لأنه ما عمل تحالفات. حققوا ما فيد بالمحاصصة لأنه عمل معركة ضد المحاصصة. لهيك عمليا تم الاستفادة من عدة شعارات ومن عدة أمور أصبحت واضحة من خلال المعارك اللي خاضت القوى الأخرى بأماكن أخرى، وهي أول شيء شعار المظلومية أنه الكل تكتلوا ضدي، وهذا يعني دائما بيزبط، وخاصة يعني بشارعنا دائما دائما هذا له دور. شغلة تانية قصة المحاصصة اللي ما لها أي تفسير عند المواطن، وما حدا حضر لهم إياها ولا حدا باعهم إياها لا من قريب ولا من بعيد. ما حدا فسرها على أي أسس. صحيح. وحقيقة إذا بدك تطلع هول العنصرين الأهم، في عناصر أخرى تانية كتير وأهم بقلك بالنسبة للمواطن طرابلسي، كانت هي قضية الإحساس والشعور بالظلم على المستوى يعني خليني أقول لك منظر سجن رومية والعملية التعذيب اللي صارت فيه أثرت على نفسية الناس، وصار في انطباع أنه نحن مع الدولة لكن الدولة بس بتنفذ القانون علينا، أما المناطق الأخرى ما في تنفيذ للقانون. عمليا نعم أكيد أنا بهمني كمواطن أنه تكون في قانون عندي، لكن ولكن عدل في السوية، عدل في السوية أو ظلم في السوية. فصار طبعا هذا الانطباع ناس، أنا ما عم بحكي أني موافق على كل الانطباع هو أهم من الحقيقة، دايما أيضا صحيح. الانطباع الناس هو بهالشكل هذا، وانطباع أيضا عن قيادات اللي تم التحالف معها أن بعض هيدي أقرب إلى الطرف الآخر المعادي، يعني عم نحكي بطرابلس بالنسبة لأنه الطرف الآخر المعادي يعني حزب الله بالذات. لا هذه أهم نقطة، يمكن أنه رجال بشار وحزب الله هن باللايحة الثانية. خليني أقول لك أنه كان في حملات كبيرة لما كان رئيس حكومة نجيب ميقاتي من هذا التلفزيون أنه هذه حكومة بشار الأسد وحكومة حزب الله، وهي كانت كذلك يعني. لا الاستقالة على كل حال حكومة. الاستقالة بالطريقة اللي تمت صورت أنه يعني مطلب بهذا الإطار، وكل شيء كان يعني ما حدا في يطلع يقول انه هذا اتهام بهذا الاتجاه بانتخابات بلديه لا يصح، وقت اللي كان في تبني له منكم كتيار مستقبل. صحيح بولا، وانا هون اكثر من مره مارست نفس الاسلوب بالكلام. بطلت تعتبره هيك؟ لا لا انا بالنسبه لي يعني خلينا هلا المفروض يكون في فمنا ماء بالتاكيد بفتره الانقلاب وبالثلاث سنوات اللي مضيت هي حكومة انقلاب نفذ تحت راية حزب الله. هلا هو في شغلتين، في الانقلاب اللي أتى بالرئيس ميقاتي، وفي الانقلاب على حكومة الرئيس ميقاتي والرئيس ميقاتي حتى ميقاتي يعني طبعا. وبقاء البلد كان لا أشهر من دون حكومة، استقال بإرادته يعني معروف أنه كان لا كان في دفش دفش إنما ضغط هو طلع قرأ الاستقالة لا أبدا أبدا من أبدا منش بإطار بس الحجة الرسمية ما كانت اللواء أشرف ريفي. صحيح لا لا شك. طيب بدي أسألك شغلة حكي عنها دكتور علوش، إنه الناس كنا نفكرهم مضمونين أو هن الناس يمكن ما بعمرهم مضمونين، أكثر شيء متغير هو الرأي العام أو مزاج الناس، بس في شغلة إنه بلبنان بينجروا بالحملات المذهبية الطائفية بشد العصب، ما بتعتقد إنه طرابلس كان فيه أنا عصب أشد سنيا من تيار المستقبل هو اللي إجا أنا بتسح. بعتقد إنه لازم إجا الوقت نتعامل مع سلوكيات الناخبين دائما كأنه الناخبين كل ناخب هو كائن عاقل عقلاني بيحسبها بطريقة ترتبط بمصلحته. الانتخابات بلبنان منا أبدا هي فقط قصة شد عصب وغريزة إلى آخره، في مصالح مختلفة، في أكيد في دور الدعاية، في دور للخطاب، في دور لكيفية إيضاح الخطاب، بس لا الناس عندها كمان ما يكفي من رزانة، ومن خصوصا بالبلدات الريفية المجتمعات الأهلية بتحسب بطريقة جدا دقيقة لمين بتجير أصواتها وكيف بتجير أصواتها. فالتعالي عفوا تحسبهم على طريقة أنه الناس
هن خلينا نقول شد العصب والخطاب المذهبي والطائفي ما بيحركها؟ بيحركها، بس بيحركها وقت بتشوف الناس انه هي عندها كمان مصلحه بهذا هذه التعبئه بهذه الوحده الطائفيه، وفي مواجهه ما تعتبره خطر الأخر. عليها مش بالضروره الاخر، يعني مش هي المساله فقط انه الناس اذا ما عندك ثنائيه شيعيه وثنائيه مسيحيه اليوم بتكون رده الفعل باقي الطوائف بهذا الشكل؟ اي باي معنى؟ بمعنى سياسيا اليوم لما الكل واحد بده يشوف انه مصلحه الطائفه هي اهم من مصلحه الوطن او اهم من المصلحه الوطنيه الجامعه للبنانيين، هذا مفهوم ما عاد موجود. هيدا يعني هيدا اذا حدا بيطلع بيقول انه هيدا بلد موجود خلينا نعمل مصلحتنا المشتركه كلبنانيين، يعني ما بجيب صوتين يمكن. ايه بس ما هو هذا الطرح كمان مفروض ما يجيب. انا هذا الطرح ما بصوت له كمان. شو يعني انه في تناقضات، في جماعات اهليه مختلفه عم تشوف كيف بدها تتعايش، كيف بدها تركب تعاقدات تفاهمات فيما بينها، وهذا شيء اكثر من طبيعي. هلا بما يتعلق بالانتخابات، هيدا الاستحقاق بين اكيد عن تصدعات بكل الطوائف، يعني بطل في حدا يقول انا الممثل الشرعي والحصري لطائفته، ولكن بالمقابل التيارات الرئيسيه للي صار لها فترة مزمنة هي التيارات الرئيسية بطوائفها لا تزال بعد الاستحقاق الانتخابي على الرغم من كل تصدع وكل مشكلة، كل واحد عنده مشكلة تتفاوت أكيد المشكلة بين طرف وتاني، ولكن لا يزال التيار العوني هو اللي عنده جاب أكثر نسبة أصوات عند المسيحيين، لا يزال تيار المستقبل جاب الأكبر نسبة أصوات على صعيد اللبنان العام عند المسلمين السنة، لا يزال حزب الله هو الجاب أكبر نسبة أصوات هو وحركة أمل عند المسلمين الشيعة، لا يزال حزب التقدم الاشتراكي وال بس عم نحكي بتراجع شو حجمه؟ عم نحكي بشو تليبر يمكن خليني أقول بانزلاق كبير أكثر شيء ومفاجئ يعني إذا أنت أخذت 2009 لحد هلا صحيح. إذا بنستثني مسألة طرابلس الأمور خاضعة أكثر للاستمرارية، يعني طرابلس هو المتغير، ولكن بطرابلس المتغير فعلا متغير يعني شعاراته للي وقريفه وكل شيء وأدبياته هي تيار المستقبل وصل لك عليها أنه المفارقة هو أنه ببيروت مدينتي حركت إذا بدنا هيك شوي نبسطها ونرمزها حركت شعارات سمير قصير وجه تيار المستقبل وبطرابلس اللي وقع أشرف ريفي حرك اللي ما سميه هو ثوابت رفيق الحريري وجه تيار المستقبل، وبالتالي الأرضية ظلت هي الأرضية مش كتير متناقضية. يعني ما بدنا ننسى كمان أنه تيار المستقبل ما كان قبل استشهاد الرئيس الحريري عنده نسبة الكاسحة 90% بين السنة، يعني استشهاد الرئيس الحريري وانتفاضة الاستقلال هو اللي رفعت بشكل كاسح من رصيد تيار المستقبل، ولكن بال 96 أو بال 2000 خصوصا بالانتخابات ال 96 وبعدين الألفين لا كان بعد في تيار معادل الحريرية قوي جدا داخل الطائفة السنية وأن يكون أقلوي. اليوم ما في تيار معادل الحريرية بالطائفة السنية ممكن يأخذ صوتين، ولكن في عنا حالة انشقاقية عن الحريرية السياسية في طرابلس انطلاقا من شعارات الحريرية، لبل هي إذا بدنا نسميها شو يعني فيها شوي تشبه يعني ما بعرف مع أكيد المبالغة نوع من حريرية تروتسكية بيرمز لها لواء أشرف ريفي، نوع من حالة انشقاقية وثورة على الثورة وإلى آخره بطرابلس وببيروت كمان في شعارات وفي رمزية استحضار يعني كتير من أدبيات ومن منطق تفكير كتابات سمير قصير بوجه الحالة الحريرية، وبالتالي لا في تغير كبير. هلأ لا شك في حالة تيار المستقبل خصوصا نحن على شاشة تلفزيون المستقبل، لا شك أول شيء غياب الرئيس سعد الحريري وبشكل أساسي غياب هو كان قصري عن لبنان لعب دور كبير بخضخضة سلبية تجاه تيار المستقبل وتجاه الهيكلية القائمة بتيار المستقبل بالمناطق السنية. لا شك كمان أنه المسارات التسويوية
والمسارات السياسية بشكل عام. أنا مش قصة تنازلات، أنا مع التسويات، ولكن المشكلة اللي صارت هو أنه هذه التسويات مرتبطة بساعات إقليمية، يعني التسوية الرئاسية بلبنان مرتبطة كمان بمسار التسوية مش بس الرئاسية السورية بشكل عام. وقت انطرحت المبادرة الرئاسية انطرحت من جمل كمان مناخ إقليمي، كان في شيء من التفاؤلية فيما يتعلق بالأزمة السورية. اليوم تعقدت الأمور، الناس منا لا تلام الناس على أنه ما فيها الناس تقدر تتابع كل الميكانيزم اللي عم بيصير بالمنطقه. بدي ارجع احكي معك اكثر، ولكن كمان في المساله انه بطرابلس، او مع احترامي للدكتور علوش، ما عندكم نفس المشكله بطرابلس عندهم اياها الناس ببيروت. يعني بطرابلس ابعد اهل طرابلس عن حزب الله، صحيح كان عندهم مشكله مع جماعه علي عيد، ولكن طرابلس مدينه ذات اكثريه سنيه بعمق سني ترابي بيصير الضنيه بعكار، في حين انه بيروت منذ انتفاضه 6 شباط هي فيها اكثر واكثر تداخل سكاني سني شيعي، وفيها اكثر واكثر حالات متسلحه شيعيه ودرزيه بايام الثمانينات، ثم الجيش السوري، ثم بعد 7 ايار حزب الله وحركه امل. وبالتالي الوضع في بيروت يلزم اكثر الناس على الحساب السياسي وعلى انه تتقبل التسويه يعني بسهوله اكبر، ربما بواقع الحال اكبر، والجذريه السياسيه مكلفه اكثر في بيروت. يعني اذا مواقف اللواء أشرف ريفي في طرابلس طبقت هي ذاتها على بيروت، أو مواقف بيروت طبقت هي ذاتها بطرابلس، بيكون في مشكلة. وبالتالي الشيء اللي صار بالطائفة السنية اللي هي متناثرة جغرافيا على المساحة اللبنانية، بخلاف مثلا المسيحيين اللي حتى بهزائمهم العسكرية صاروا مطبوبين على بعض أكثر، الطائفة السنية متناثرة بمدن ساحلية وبمناطق داخلية. اللي وحد هذه الطائفة السنية بالأربعينات لفترة بسيطة هو رياض بيك الصلح قبل استشهاده، وللي رجع وحدها طير الناصري. عبد الناصر طير الناصري، بس ما أتاح المجال أنه تكون في بيوتات سياسية. إنه أول شيء بيوتات سياسية ركبت الموجة الناصرية ب 58 مع صائب سليم، بعدين صار في عندك ناصرية الطبقة الوسطى اللي قامت البيوتات السياسية، بس رجع واحد الطائفة السنية بشكل هادر وبشكل شعبي وبشكل كبير هو الرئيس رفيق الحريري، وخصوصا يعني انطلاقا خصوصا بمرحلة اكتساحه بالانتخابات سنة 2000. هذه كانت مسألة مهمة جدا، منعطف سنة 2000 وانتخابات سنة 2000 اللي هي حركت المسألة السيادية بنهاية الأمر بلبنان، يعني خسارة اللوائح المدعومة من النظام الأمني بسنة 2000، وخصوصا بعد اغتيال الرئيس الحريري صار في حالة توحيد بالطائفة السنية. اليوم في حالة تطرح حالها بكل الطوائف عن وحدتها، ولكن بالطائفة السنية بتطرح حالها كمان مسألة جغرافيا، يعني العلاقة ما بين الشمال السني للي حاسس بأمن أكثر فيما يتعلق بطرح مسألة حزب الله، وحاسس أيضا بدفء أكثر فيما يتعلق بالثورة السورية وبالمتغيرات القريبة من حدود الشمالية للبنان، في حين أنه بالمناطق الثانية التداخل الديموغرافي مختلف، ديناميكي مختلف. بعتذر كثير اني قاطعك، يعني لا بتعرف ليه؟ لا كثير حابه كثير اللي عم تحكيه، بس بدي ارجع له بعدين، لان بدي بس ابقى بالسياق. الناس اللي عم تحضر هون دكتور علوش بتفكر بعد ما تسمعك انه طيب كيف ركبتوا هذا التحالف؟ في مراجعه نقديه حقيقيه انه كيف ذهبتم بهذه السرعه الى تحالف من هذا الشكل، وقررتوا انه بضم كل المدينه مع بعضها حطها بليحة وحدة وخلص أنا بضمن الفوز وبقعد على جنب. هل ما عندكم قدرة تعملوا معركة؟ أم ليه رحتوا إلى هذا الخيار؟ بولا، إذا بدي أقعد أحكي تفصيل على مدى الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين كيف صارت الأمور وكيف نقلت من معركة إلى تحالف إلى شيء. أكثر شيء كان معكم وقت، عفوا يعني طرابلس آخر مرحلة كانت أكثر شيء معكم وقت أنه تركبوا تحالف أفضل من هيك. نعم، عمل لك. إذا بدنا نقعد نحكي بالتفصيل بتلاقي أنه السالب والموجب اجتمعوا مع بعضهم بكل المراحل، وبكل لحظة كان في إمكانية أنه ينفرط العقد وترجعي على انتخابات مفتوحة يكون فيها 4 لوائح أو ماشي بهالشكل هذا. بالنهاية كان الخيار وكان الاعتقاد
انه هالطريقه هيدي اول شيء بتحافظ على التنوع، هيدي الشعار الدائم اللي كنا دائما نرفعه، بس ما انه بريء لهالدرجه هيدي، كمان انه هاللائحه هيدي بتقدر تضمن تخفيف من اي معركه ولا لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، يعني هيدا المبدا الاساسي. حقيقه الحسابات كانت خاطئه بكل المراحل، ردة فعل الناس كمان كانت خطأ، ولكن أيضا في استهوان كامل للشرائح الشعبية إنه بالنهاية استهوان للمعركة اعتبروا أن مربوحة مسبقا، يعني كان في استرخاء، خلينا نقول كان في استرخاء أكثر من اللازم. أنا كنت اليوم عم فكر شبات أنا بلعب باسكت بول، بس يكون في اثنين طوال واقفين على الديفنس بحسب حساب أني بمرق بيناتهم، لأنه كل واحد بيكون معتمد على الثاني. ليش؟ لانه عمليا هذا هو المبدا الاساسي. انتم كان عندكم طويل واحد على المفروض يكون في قوتين كبار، فبتقدري تزمطي بيناتهم، خاصه اذا كان كل واحد معتبر انه الديفنس هو الموجود على الشكل هذا. وحده من الامور هيدي جزء منها، لكن خلينا ما نهمل الواقع السياسي اللي عم نحكي فيه واللي قلناه، انه اول شيء فجاه لقينا قاعدين عم نتعشى سوا وضحكتنا شبر. اوكي؟ هيدي الصورة اللي توزعت على أزت المعركة بشكل رهيب. يعني عم اقول لك ما قادرين بقى حتى نحن، يعني انا ما خليت قصيدة هجاء سابقا بالحكومة الرئيس ميقاتي وبالرئيس ميقاتي بالذات الا ما عملتها وكتبناها ونشرت والى اخره. فجأة الناس كلها شو بدي اقول لهم؟ انه لا هو زلمي مهضوم بس بالنهاية تغير المبدأ الاساسي. حتى انا ما بعتقد انه ما في انسان بيتغير، ما بعتقد انه مصلحة الانسان بالسياسة اذا لقاها محل انكسرت او ما بقى لها اللزوم انه بينقل لمحل تاني. لكن عمليا لتشرحية للناس ما فيك تقولي لهم انه هيك هذا اللي صار، ولا الروح القدس حل بهالوقت هذا، على القليل بدنا نشوف الروح القدس يعني انه حل قدامهم. الشيء الكثير ضروري هيدا كان من اهم العناصر ايضا اللي ادخلت مش بس الناس المواطنين بشكل عام بحيره، ادخلت تيار المستقبل بحيره، وادخلت كوادر تيار المستقبل بحيره. وعمليا مع هذا كله انا شفت على الرغم من الاسئله الكبرى اللي انطرحت ضمن رفاقنا بتيار المستقبل وكلياتهم ناس اوادم محترمين وملتزمين، بالاخر التزموا ونزلوا عملوا ما هم قادرون على عمله. لكن قبل ما تحاولي تقنعي الاخر بدك تقتنعي انت. انا اذا مني مقتنع بشغله في عندي جزء من الاستحاله اني اقدر لاقي للحجاج وبدون ما بين منافق بصراحه. ومعظم الناس اللي بقيوا معنا بتيار مستقبل وهن بقيوا على مضض منهم منافقين، ولو كانوا منافقين كان تركوا تيار مستقبل وراحوا على مكان اخر. نقطه ثانيه الحقيقه اللي بدي ارجع عليها هون هي عمليا طرابلس حقيقه حساسيتها تجاه حزب الله اقسى بكثير، حتى ولو كان في بعد جغرافي في نوع من يعني نوع من العنفوان والعصبيه، خاصة زادت بعد الثورة السورية ولما تشوفي حلب عم تنضرب وحمص وحما والناس اللي عم يقتلوا وبرأسهم أنه لو ما كانوا سنة ما كان قربوا عليهم، يعني بيصير الشعر بالأمباثي نوع من التعاطف اللي هو مبني أيضا أنه مستهدفين هن لأنه هيك، معناتها نحن أيضا مستهدفين كلنا سوا. الشيء الثاني بدي ارجع عليه قلتي بولا من شوي اللي هو انه اذا واحد طرح انك تشتغل بشكل وطني بدل ما تشتغل بشكل طائفي ما بتحصل على شيء. الحقيقه في عقد اجتماعي عفوي حصل سنه 2005 ب 14 اذار ما 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 حدا حطه تلك اللحظه بهيديك اللحظه، وفي ناس ضلوا متعلقين فيه وبعضهم فيه يمكن 10-15% من الناس بعضهم قلبهم موجود بساحة الحرية سنة 2005. أنا واحد منهم بقول لك أنا بشعر لحد هلا إنه عقلي وقلبي معلق هونيك وبتأمل إنه نرجع نقدر نلاقيها. لكن صار في انسحابات قبل كل شيء في طائفة كاملة ما كانت ضمن العقد إلا بشكل جزئي، ومن بعدها الانسحابات صارت بشكل تدريجي ولكن ببعض الأحيان بخبطات معينة. مثلا ميشيل عون
بأول مرحلة، منرجع بعدين منلاقي وليد جملاط. وليد جملاط كان أنا بالنسبة لي من أسوأ الضربات. ليش؟ لأنه هو كان قائد الثورة عمليا، قرر يقود ماشي ثورة مضادة. يعني منرجع بعدين منلاقي 2009، أنا بعتبرها أنها كانت ضربة قاسمة، اللي هي سين سين. وأنا مع تفهمي لكل المسوغات اللي أدت إلى سين سين، لكن عمليا برجع بقلك كانت هيدي ضربة قاسمة لمنطق الثورة اللي كانت الناس بعد عايشة فيه، والروح المنطلقة إلى منطق التسويات اللي هو منطق الدول. يعني هون تراوتسكي وستالين، هو منطق الريل بوليتيك، يمكن الحقيقة politics. اللي هي الناس يمكن بتكون شوي بعيدة عنا، بس الواقع أنا ما بعترض على هالشيء. لا لا أكيد عم نحلل، أنا بتفهم كل الأسباب وبعرف بالتفصيلات، تفصيلات الناس بعد ولا شغلة بتعرف عنها شو اللي أدى إلى هالمكان هذا. ويمكن لحد هلا ما بتنقال، يمكن بعد 5-6 سنين بتنقال شو اللي وصل سنين. لهون اللي وصل لهون، لكن عمليا بالنهاية كلها هي تراكمت. هيدا الشيء اللي عم تحكي عنه، اللي عندي فكرة شوي شو قصدك تقول. هل هو، وبحترم رأيك أنك ما بتحب هلا تفصح عن كل المسببات، خليني أقول، هل بتعتقد أنه بلش تداركه أم بعدنا مستمرين بنفس المسار؟ ليك بعد يعني استقالة سعد الحريري من الحكومة، أو إقالته من الحكومة أو الانقلاب، رجعنا أخذنا دفعة، يعني رجعنا طلعنا أنه رجعت الثوابت ورجعت الأمور. رجعنا فتنا بتفصيلات تانية من ضمن القانون، الانتخابات، اللقاء الأرثوذكسي، التفاصيل، شياطين التفاصيل اللي فرفتت 14 أدار كلها يتسوت فوت. من وقتها بلشنا نشعر انه المود، الضمير، المجموعات اللي كانت هي العصب الاساسي ل 14 اذار، واللي هي الرؤيه تبعتها، انها صارت بمكان اخر تماما. رجعت على منطق انه الحقوق تبعت الطائفه والمظلوميه الطائفه والتقوقع والخوف وترجع كمان اسوأ من هيك، انه الفساد بسبب الاخر والأخطاء بسبب الآخر، وهيدي عمليا هيدي من الشغلات اللي بتربحك بشكل آني، لكن على المدى الطويل، على المدى الطويل بتلاقي فرفطت لك كل العاد. بالنسبة لسنة لبنان وبالأخص فيني أقول تراوس، لكن فيني أقول كمان بعرسال بعصر السوشيال ميديا والتلفزيون والمعلومة السريعة، يعني صعب التواصل الجغرافي، أنه كل العالم ضابع طائفته. أنت يا سعد الحريري وين ضابب وين رايح؟ طيب خلينا نتوقف مع فاصل أول، مع أنه هيدا كمان لازم ينحكى فيه، أنه خلص نستسلم، ما في بقى زعامة عابرة للطوائف بلبنان عندها أمل بأنه تكون زعامة حقيقية. يجب فعلا أنه يكون واحد يا زعيم طائفة بقلب البلد أو ما في له مطرح. بعدين جوني حابب يحكي أكثر عن طرابلس، المعركة اللي صارت والنتيجة ومسبباتها. جوني نحاس رح ينضم لنا بعد هذا الفاصل مشاهدينا. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة ونرحب بالضيف الدائم، بس الأسبوع الماضي فقط تركتنا صح. جوني النحاس أهلا وسهلا فيك معنا. ستاتيستيك اليوم مثل ما فهمت، خلصوا ستاتيستيك ايه. مع الانتخابات انتهوا، عنا تحليل اليوم، تحليل على الأرقام اللي صارت بمعركة طرابلس صح. أنا برأيي العالم كانوا كتير مزعوجين من البلدية السابقة ومن طريقة المحاصصة. كانت البلدية السابقة ما بتقدر تلبي طموح كل المواطنين، كان في عندهم مشكلة لأنه كل 3 أشخاص تابعين لفريق سياسي، وبس تتقاتلوا هالفرقاء السياسيين بالبلدية دغري نشلك بطل في عنا بلدية. هيدا أول. تاني مشكل، إذا بتشوفي قبل 10 أيام من إعلان من الانتخابات كان في عندك فريق الرئيس ميقاتي والتيار المستقبل مثبت على فيسبوك، خاصة لما قالوا انه حنعمل معركة. تاني نهار قلنا يا خيي حنفوت معكم باللائحة، بطل في مثبت، صارت بوسات. طيب هالموضوع ما تقبله الشارع ابدا، يعني ما فيك تيجي تقولي للشارع تيار، هو التيار مستقبل منه حزب. هالتيار ماشي
من وراء ثورة الأرز، صاروا عم يسمعوا خطاب ثورة الأرز عم يصدر من اللواء أشرف ريفي. هالعالم كلها سوا مشيت وراء هالخطاب، يعني ثوابت ثورة الأرز اللي صار لهم زمان ما عم بيسمعوا. هيدا اللي صار، او في قصه انه موقف سياسي بالنهايه؟ خليني اقول مرتاح اكثر اللواء ريفي باطلاق مواقفه الناريه مثل ما بده، لان بالنهايه ما عنده المسؤوليه الموجوده على الرئيس سعد الحريري. صح. اكان بالسياسه، اكان بجمهوره، اكان امنيا، اكان بكل الصعب. صح، بس العالم بدهم موقف، العالم بدهم قضيه. أكيد. صوتوا على الموقف السياسي بالنهايه العالم. صح، وبدي اقول لك شيء. لا صح بلا لا، وسام سعد عم يقول لي انه مش هالقد. في شيء، في موقف وفي قضيه، وفي عندهم تجربه سابقه مع البلديه سيئه بقصه انه يا خيي انت الك هالقد والي هالقد، وبعدين طرابلس بيقولوا له بلد الخطاي انه خيي كلكم على اشرف ريفي، معقول كلكم يعني؟ كمان هيدي عطيت عطف زياده. وكل هالمواضيع اجت تجمعت مع بعض، العالم قالت لا نحن ما بدنا هيك، وصار في تضخيم كتير بالاعلام انه انا عندي 11,000 منتسب. يعني مثلا عندك تيار العزم انه كل العالم قالوا انه بكره تيار العزم ونجيب ميقاتي هو حيحسم المعركه لوحده. بس يقال لما صاروا 2000 مندوب قال الرئيس ميقاتي خلص يعني بكتفي ب 2000 مندوب في هذه الانتخابات بالذات. اللي مسجلين بالسرايا حسب معلوماتي اقل بشوي. أقل بشوي. طيب أقل من 2000 مندوب. أقل من 2000 مندوب. طيب قد ايه كان عنده اللي وقري في كم مندوب؟ يقال انه كان عنده دوبل هالرقم او اكثر. المسجلين فوق 3000. فوق مندوبين. 3000. مندوبين واكثر من نصهم متطوعين. بس دفاعا عن هالمواقف. طيب والنص الباقي مدفوع له تقريبا. طيب هيدا، وكان في استهانة بالمعركة انه حتى حالف العريض كله اكيد حنكسحه، مع العلم انه في حدا دعمه ماديا هون للي وقري فيه؟ عم اسألك انت يعني لصيق جدا بالمعركة الانتخابية. أشك. بمكانته. خلينا اشك وهون العالم انه هذا تحالف عريض. انا ما فهمت كيف اجتمع تيار المستقبل مع نجيب ميقاتي، المشاريع الخيرية الأحباش مع الجامعة الإسلامية، تيار المستقبل مع فيصل كرامي. يعني إذا بتجمع هو كمان دكتور مصطفى علوش عم بيقول لك أنا ما فهمت. خلينا نقول هون إنه في شيء، حتى عم نحكي كوادر قال إنه أنا بدي أكون مقتنع لأقدر أنا. ماني مقتنع. بعدين هون بلش التشطيب، يعني من قلب اللائحة هن زيتون صار كله يشطب. لما بتشطبي عم تعطي الطرف الثاني. على كل حال نجحوا هن المحسوبين على الرئيس ميقاتي اكثر شيء. ما بتقلك شيء. لا، خمسه من سبعه خليني اقول محسوبين على الرئيس ميقاتي نجحوا. مظبوط. انا برايي ولا واحد منهم محسوب على حدا. هيدا الراي ما حدا عم يقتنع فيه انه هول منهم المسميين من اطراف. هيدا اعلام، نرجع الاعلام وبدهم يحافظوا على ماء الوجه اللي صار بطرابلس. اللي صار بطرابلس انا برايي كارثه لازم يرجع. مين مسؤول عن هذه الخسارة؟ فقط التحالف مع الرئيس ميقاتي أدت إلى هذه الخسارة؟ الرئيس ميقاتي مع كل هؤلاء الحلفاء ما في يجيب بلدية؟ يعني منا منيحة حتى بحقه هو أنه يوقف عند 1800 مندوب أو 2000 مندوب بمدينته بطرابلس؟ ما بتعتقد أنه كمان هيدا هو كان هو على أساس مثل ما أنا سمعت أنه في عندك 11,000 منتسب لتيار العزم؟ طيب اذا انا بدي اتكي على 11,000 منتسب، مين قال انه اذا انا منتسب وعم بستفاد من تيار العزم معناتها انا بكره حانتخب مثل ما بده تيار العزم؟ ما هيدا خيار ثاني صار عندك. صار كل واحد اصلا سمعنا معركه مندوبين انه في 14,000 مندوب دخلك. دكتور سمعت بهالرقم ولا اكبر؟ لا، كانت على اساس توصل الرقم ل 8500، وانه بيامن هالشيء هذا حوالي 25,000 صوت. يعني ارقام تسمعي بارقام، بتهيألي حتى حواليهم اللي هذا كانوا عم بيعطوهم معلومات شوي خاطئه انه حنعمل هيك وحنساوي هيك. كله كان متكل انه نحن سبعه من فرقاء سياسيين وكلنا سوا حنقدر نعمل شيء، انه اكيد لوحده ما حيقدر يوقف بوجنا. واحد، مع العلم انت معك خبر وانا كنت حاكي معك قبل بوقت انه انا كنت شايف المعركه قبل بعشرة ايام. قلت لي انه بيخرق لواء ريفي.
ما قلت لي لاحت لطرابلس. انا قلت لك لاحت الوارفه. كنا عم نحكي بالعكس. كنت عم بقول لك يمكن يخرق. anyway يمكن يخرق الطرف الثاني. anyway لا لا هلا مثل هلا يمكن انت من موقعك عم تحاول تغش. في شغله بس هيدا انا اكيد كثير وخاصه بالتوجهات التصويتيه للناخبين. فيما لو صارت الانتخابات البلديه كلها بيوم واحد بكل لبنان، هل كنا شهدنا نفس النتائج او كنا شهدنا خصوصا ببيروت تاثيرات مناطق اخرى؟ خصوصا اكيد، وخصوصا يعني النتيجه ببيروت، صعوبه الفوز تبع لائحه البيارتي ببيروت، نتائج كمان كشفت نتائج البلديه مشكلة. البلديه غير النيابيه، البلديه فيها انماء. هلا بس بالمدن الكبار ما كان في انماء بالمره هالمره. ما حدا حكي جوني، ما حدا حكي بالانماء. نحن ما جبنا سيره الانماء بعد، يعني هيدي الانتخابات كل واحد عم بفرجي حجمه زعامته على كل الصعد. صح. أوكي. انا بستحق مقعدي لاني ربحت بلديتي اللي هي هون، وانا يعني بينت هيدي اكثر مره يمكن انتخابات تمرين. هلا هي لانه السنه الجاي في انتخابات نيابيه. هلا بس مشان نحكي على قصه اللي صار ببيروت، بيروت مدينتي اخذت حيز اعلامي اكثر بكثير من لائحه البيارتي، وبعدين اخذت دعم كتير قوي من عدة محلات وسفارات والبتكو. بغض النظر عن ذلك خلينا نحكي الأمور بصراحة دكتور علوش، لو كانت بيروت مدينتي بتحكي خطاب و 60% من بيروت بينتخبوا سنة، لو كان خطابها ضد حزب الله بشكل شرس، ضد التدخل بسوريا، ضد هن لائحة انمائية بالنهاية، بس أنا عم بفترض ذلك كانت هذا اللي عم بحكي، يعني صح. الناس عم بتصوت موقف سياسي قهر ومظلوميه، يعني هيدي ما حدا عم يصوت انماء ولا باي طريقه. وخاصه صرنا قد ايه عم ناجل الانتخابات، العالم بدها تبدي رايها، بدها تفش خلقها بمحل ما. بدها صوت يوصل، هالمره الصوت ودى. صح، هذا اللي صار. هلا انا في عندي شغله ما سالتيني عنها، انا حاحكي عنها. قصه المسيحيين بطرابلس بدي اوصل لهيدي القصه، خلينا نقول انه المسيحيين بطرابلس اخذين اكثر من الجامعه الاسلاميه، اكثر من الجامعه الاسلاميه، طريقه تصويرها سقطوا على 161 صوت. يعني بمعنى تاني فرح عيسى كانت فرح الاقرب، فرح كانت قريبه جدا على 161 صوت. بس صحيح انه اللي وقريفي طلب انه يترك لهم مقاعد، خلينا نقول للمسيحيين والعلويين، كان في رفض من لائحه الاسلاميه. انا حقول لك شو صار. طلع انحكى انه خلينا ناخد واحد من عنا أرثوذكسي، واحد من عندكم أرثوذكسي. الماروني كنا حنتفق عليه لأنه تقريبا ما كان في غيره. واحد علوي من لائحة الوزير ريفي، ولائحة من لطرابلس اللي هي التحالف. ما قبلوا. نحميهم بأنه يكونوا على اللائحتين. على اللائحتين وبينزلوا بالصورتين، وبهالطريقة بياخذوا كل واحد 30,000، بياخذوا دوبل. صح. تقريبا عن، لأنه بتعرف هي معركة لوائح، ما يعني قد ما يشطبوا أكيد حيطلعوا مثل ما عمل دكتور أحمد فتفت بيصير. خليني إيه اللي صار، إنه كان عم بينعمل شغلة، إنه حسمي الأمور، إنه أول شيء في عنا النائب روبير فاضل كان عم بيشتغل إنه أنا نقينا هالشخص وهالشخص والثلاثة. على فكرة الثلاثة شابو با، يعني ما فينا ما بينحكى عليهم ولا شيء، بس بالنهاية في عندك معركة رئيس. إذا وصلوا الخمسة من فرد طرف بيأثروا بكرة على انتخابات الرئيس. هي المشكلة، مش المشكلة على الأسماء. ما قبلوا، ومثل ما قلنا قبل أنه كان في تراخي أنه خلص أنه محسومة، محسومة المعركة القوية اللي هي مدعومة من الجميع. صح. هلا بس بالمقابل إذا ما كان في تشطيب قصدي تجاه المسيحيين، ولكن في الإشكالية اللي نافرة أكثر بطرابلس هي الإشكالية العلوية، عدم تمثيل مجموعة أكبر من يعني. صحيح. حاليا عدديا أكبر المجموعة العلوية. بس كمان ما هي الإشكال أنه الانتخابات البلدية مش على القيد الطائفة، وصاير نفس المشكلة ببيروت، هي أنه مش على القيد الطائفي، وبنفس الوقت مع المراعاة المناصفة ببيروت ومع اعطاء كوتا افتراضية للمسيحيين والعلويين بطرابلس. وهيدا اشكال، لانه انا كمان كمسيحي ما كتير يعني بتقبل هيدا الكلمة، انه بخليلهم مقاعد للمسيحيين على اللائحتين كما لو انه
هيك المسيحيين فئه منبوذة بدها يعني خارج الديمقراطية. لا يا بيكون في كوتا للمسيحيين والعلويين، كوتا طائفية بالمدن الكبيرة بالعاصمتين يعني بطرابلس وببيروت، وبالتالي ببطل هيدا مسألة تمنين ومسألة اعتراض ومسألة لجوء للفقرائية من مقدمة الدستور اللي كل واحد بيفوت عليها ساعة اللي بده. بس عم بتصير كتير أصعب عم بتصير كتير أصعب تقنع أي لبناني من أي طائفة اللي كان ينتخب حدا غير طائفته. أنا أكثر وأكثر رايحة الأمور. أنا برأيي في نظام، في نظام انتخابي. سمعتها؟ وين السنة بجبال؟ وين السنة ما بعرف وين؟ الناس عم بتنط. في سنة وشيء بعدين لا ناخب هو بيفوت ورا الستارة بينقل بدوية، هو ما بده مسلمين، ما بده مسيحيين. أستاذ وسام حر. لا لا أنت أنا معك، بس أنا معك. ما بيحبوا للمسلمين، ما بيحبوا للمسيحيين، شو بدك تعمل؟ أنت بلشت الحلقة ساعتها ما بتخليه ينتخب. لحظة ما خليني أقول لك شغلة، أنت بلشت الحلقة إنه المواطن اللبناني موزون ورصين وبيحمي بينتخب وواعي وشد العصب ما بيأثر فيه، بس عم بيأثر. خليني اقول لك انه رغم قد فينا نعمل نمدح بالمواطن اللبناني وفهمه ووعيه وكل شيء، بس ما هي المشكله عم بيأثر. الحملات اللي المتبادله ما بين الطبقه السياسيه عم بتأثر على الناس، عم بيصيروا متعصبين اكثر. فينا نعمل سيناريو ببيروت بينزلوا لائحتين كل وحده فيها 12 مسيحي و12 مسلم، وما حدا بيشطب الثاني على اساس مذهبي او طائفي، وبنفس الوقت بتطلع النتيجه تكسر المناصفه. هيدا شيء طبيعي. اذا لو في تنافس فعلا لائحتين عم بيخرقوا بعضهم بطريقه كبيره، يعني حدا عم بيجيب مثلا ببيروت 15 وحدا ثاني عم بيجيب 9 من ال 24 مرشح، اكيد اذا في خرق كبير على مستوى كبير يعني صعب كثير يضلوا 12 ب 12. وبالتالي هول الاعتبارات يا بتنحط انه في بالقانون، يا بتنحط بالقانون، يا بتراجع القانون كله بيعتبر ساعتها انه هو على اساس القانون. هذا النظام الاكثر على اساس ما نطلع من الطائفه، لحظه، على اساس ما نطلع من الطائفيه السياسيه حتى بالمجلس النيابي، على اساس انه بالطائف قالوا نحن خلص هون بنعمل مجلس شيوخ وغير الاقتراحات. انا برايي الاقتراحات كلها على اساس رايحه باتجاه انتخابات بيروت وانتخابات طرابلس، الازمه حول المناصفه ببيروت وعدم تمثيل المسيحيين والعلويين بطرابلس، هول سببين وجهين لواحد يجمد الحكي عن الغاء الطائفيه لا يعني لتلغى من النفوس على المترك صفير. ما كثير يعني ما قالوا شلوها من النفوس، لازم يفتش على حق النفوس. ولكن الشغله الاهم هو نظام انتخابي. يا في نظام انتخابي بأكثر وبالتالي بيعتمد لازم يعتمد الدائرة الفردية، يا بتروح على إذا بدك تعمل نظام في أكثر من اسم بينتخبوا الناخب المفروض يكون أكثر. يعني ما هيدا فكرة السيستم الأكثر البلوري نومينال، هيدا تجديف بالقوانين الانتخابية، هيدا شيء صار بالي جدا وبنفس الوقت ما بيسمح إنه يصير في انتخابات، بيصير في على كل البرامج التلفزيونية. هل هيدا البلدة سوف تشهد توافق أو لا سمح الله سوف تؤدي الأمور إلى معركة، كما لو أنه الانتخابات مش مفروض تكون هو الانتخابات مفروض تكون انتخابات تنافسية، وتكون انتخابات تنافسية القاعدة المناصفة الاعتبارية غير المنصوصة ببيروت هي تضرب منطق المنافسة، وقاعدة أنه بدك تجبر الناخب من دون إجبار نصي بدون أنه روح أنه عم بتعول على ضمير الوطني. خليني أقول حتى يكون في معركة حتى لو انتخب بضميره سميتيه وطني أو مش وطني، ولكن حتى لو انتخب بهذه الاعتبارات ممكن ما يوصلوا. يعني شو هذا مسألة الماتيماتيك، يعني هو بس تيكون في معركة سياسية وكسر عظم دائما الأقليات بيروحوا. هو هذا هو المشكلة مش انه في انتخابات، لو في انتخابات انمائية دائما ما عندك مشكلة بالأقليات، بس تتصير القصة سياسية وكسر عظم الأقليات هن اللي بيدفعوا الثمن. يا أستاذ جوني دقوا جراس بزحلة ضد باقي مسيحيين باقي مسيحيين، بس انه بركي في صوتين شيعة لفلان وصوتين سنة لفلان، وتبين انه توزعت الاصوات الاسلامية على الجميع، بس هالقد هيدي معركة بالمعركة ربيحة، يعني عم بتكون لكل طرف عم بيشوف انه هيدي بنرجع لشد العصب، انه هيدا شيء بيعمل شعبية سريعة بس بزحلة طلعوا ربيحة. كلهم يعني طلع الشيعة وطلع السنة طلعوا، بس عم نحكي جراس بإطار يعني مختلف بطريقة مختلفة بطريقة توزيع الاصوات. انت قادر
دكتور علوش، شو الحل بالنسبة لك اليوم لمدينة طرابلس؟ الخطاب السياسي إذا بقي مثل ما هو والحالة مثل ما هي، في انتخابات بعد سنة نيابية، شو اللي عم ينعمل بعد المراجعة؟ شو الحقيقة؟ استمرار الوضع بسوريا مثل ما هو، والاستمرار الوضع الداخلي بلبنان على شكلته ما لح يغير كتير بالرؤية. إذا بدنا نطلع على قصة البلدية بحد ذاتها، هل هي لح تكون مؤشر للانتخابات النيابية؟ ما فيني أكد هالشيء أيضا، حسب الشعارات اللي بدها تنخاض على أساسها الانتخابات النيابية بالمرحلة القادمة. الشيء الثاني هو خلينا نرجع على هالنقطة هذه. قبل كل شيء المجلس البلدي لما بده يقدر ينتخب ويبين شيء، وبطرابلس بالذات يمكن بدك 6 سنين، وبعد 6 سنين والست سنين اصلاحيات باقصى ما يمكن لحتى تصلحي وضع البلديه بحد ذاتها، مش طرابلس. في صح. مشاكل ابعد بكثير بكثير بقلب طرابلس من مساله انه والله مجلس بلدي منيح ولا مش منيح. على المستوى السياسي بنرجع بناكد انه في عندنا الشعارات اللي انطرحت واللي استفاد منها اللواء ريفي على الاقل بهالمعركه هذه، ما في شك انها جذابه. ما في ولا بالسطح تطلعي تستعمل عبارات 14 دار بالمنطق الداخلي تبعها، تذكر الناس انه في مظلوميه موجوده على الارض، وبالاخص من وراء بتلاقي سجن رومية، بتلاقي مسجونين إسلاميين، بتلاقي مسجد السلام والتقوى، بتلاقي كلها هول ميشيل سماحة بيسمع، مع أنه تم استخدامها بس بشكل عكسي، يعني أخذ الربح لألو، لكن عمليا الربح مش لألو. السجن اللي أخذوه ومش لأنه احتج اللواء ريفي، لأنه عمليا وعيدت المحاكمة مش لأنه راحت على المجلس العدلي. لو بدها تروح المجلس العدلي كان ما بيتحاكم ميشيل سماحة بسنين طويلة، لكن عمليا أخذها استلمها، يعني قدر يجيش المحلات. بالمقابل الطرف الآخر كان بوضع ما بيقدر يدافع عن نفسه، ما عنده الأسلوب يدافع عن نفسه. ما في يطلع سعد الحريري يقول أنه نحن اشتغلنا لحتى تنعاد المحاكمة بطريقة من الطرق، لأنه المفروض العدالة هي تمشي تاخذ مجراها. طب دكتور علوش اسمح لي، شفنا العماد ميشيل عون قبل معركة جوني، قبل بنهار بالليل راح إلى جوني، جاب يوداس ونزل العذراء والملائكة، جميع القديسين بانتخابات مفروض بلدية إنمائية، وعملوها بعدين إنه هيدي معركة رئيس الجمهورية. شفنا على كل حال يعني النتيجة كيف طلعت. طب ما حدا عمل هذا الجهد، خليني أقول بطرابلس، ولا حتى أقل منه، يعني ما حدا طلع على الناس حكيها، فسر لها، شرح لها، كيف بتبرروا هالشيء وحضرتك من كوادر تيار المستقبل في طرابلس؟ في عندك جزئين. أنا بقول لك وأنا بعرف وما ببقى معرف سعد الحريري إلا لهالسبب هيدا الأساسي، أنه أنا إذا بدي يكون استعمل منطق الطائفي بأي مرحلة من المراحل فضل روح على بيتي. أوكي؟ هذا ما معناته أنه بده يخدم السنة، ونحن قناعتنا وأنا واحد منهم وسعد الحريري ورفيق الحريري أنه مصلحة السنة بكونهم مواطنين لبنانيين مش مصلحتهم لحالهم. وحقيقة هذا منه بيحكي، هذا حقيقة واقعة، لأنه إذا أنت يعني استعملتي هذا المنطق التقوقع، رجعتي على منطقة طرابلس لحالها لأنها للسنة، معناتها ما بدي انفتح على جونية، ما بدي انفتح على، معناتها كمان ساعتها هذا مبرر للناس اللي بدها تيجي تشتري من طرابلس ما تيجي تشتري من طرابلس، اللي بدها تيجي تستثمر بطرابلس إنها ما تيجي تستثمر بطرابلس. هذا المنطق موجود ومتأصل عند سعد الحريري اللي بيصلي وبيصوم وبيعتبر حاله انه هو عم نحكي على الممارسه السياسيه، ما فيها طقوس الممارسه السياسيه، فوتوا لها طقوس بعقليته، هيدي هي. لهيك ما رح تشوفي ولا مره قاعد عم يرفع هالشعارات او يكون مثل ميشيل عون او مثل اي واحد ثاني بهالخصوص هيدا. ولكن المفارقه هي انه بما كان سياسي معين، في ترابط بين المشكلة بين تيار المستقبل أو رئيس سعد الحريري وبين لواء أشرف ريفي، وبين مشكلة تيار المستقبل مع القوات اللبنانية، وفي
كمان تفاعل ازداد مع عشية الانتخابات، كان قبل الانتخابات كمان بحضور لواء ريفي لندوة بمعراب، ولكن بعشية الانتخابات شفنا حماسة أكبر وأكبر عند جمهور القوات وعند بعض كوادر القوات، كمان كانوا عم يشتغلوا بحملة لواء ريفي. وبعتقد أنه فترة ما بعد الانتخابات مفروض تكون فترة فحص لهذه الأمور، يعني كيف الواحد هيدا الانفعالية والانفعالية المضادة من وقت القانون الأرثوذكسي للي حوصلت الأمور بين القوات والمستقبل، على رغم اللقاءات والابتسامات بعض اللقاءات والروح التفاؤلية بعض اللقاءات بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع، ولكن في مشكلة، في مشكلة كبيرة، وفي وهذه مشكلة خطيرة، يعني مشكلة تأن يعني تحت كل تركة ثورة الأرز، كل تركة 2005 وال 14 أذار وما إلى هنالك، يعني وعقد أكثر ترشيح فرنجية ومقابلته بترشيح عون وعدم تمكن لا عملية إيصال فرنجية ولا عملية إيصال عون، وبعدين عقد أكثر الانتخابات بالانتخابات البلدية، طرف القوات عم يشوف قديش التمثيل السني تبع تيار المستقبل عم يتراجع، وتيار المستقبل عم يشوف قديش الحالة التسونامية المزعومة قبل الانتخابات لا تيار العوني ولا القوات اللبنانية قدي حقيقية. أنا برأيي لأنه في تراجع عند سعد الحريري مع حفظ الألقاب وعند سمير جعجع مع حفظ الألقاب أو بحالة هيدي اللقاء مع راب التيار العوني كان أقول حزب الله كمان ببعلبك فرق 700 صوت حركة أمل بتخسر إيه حالة صيدا، ما بيهموني يعني لا بس عم جرب بهذا تراجع بهذا الشغلة لأنه في تراجع صار مفروض يكون في مجال للنقاش بعد الانتخابات، لأنه هذا في تراجع مفروض السقوف الثابتة والعالية إذا توضعوا ورجعوا لعقلهم يعني إذا مجرد البحث بأنه مثل ما نحن عم نحكي مع تسوية مع حزب الله مع تسوية بالمنطقة، في تسوية بدها تصير بين القوات وتيار المستقبل، في تسوية مفروض تصير على صعيد القانون الانتخاب، يعني لما في المسيحي بالبلد هو يفرض قانون الانتخاب على المسلمين وما فيهم المسلمين كمان يفرضوا قانون الانتخاب على المسيحيين، ما في المسيحي لوحده ينتخب رئيس الجمهورية وإلا منه بطرك رئيس الجمهورية، هو رئيس الجمهورية لكل لبنان، بالتالي بده يكون مقبول عند المسلمين، وما فيهم المسلمين ينزلوا كمان رئيس يفرضوه على المسيحيين، فبالتالي هذه الأمور اللي المفروض تكون بديهية منا بديهية للأسف بالحوارات ما بين ما كان يوما ما هو مكون 14 أذار. بس اسمح لي خليني أقول جوني عم بردوا عليك كتير على التويتر لما قلت انه ناس سمعت من اللواء ريفي ما لم تسمعه من احد، لم يتقبل الشارع سنة التحالف اللي حصل بين رئيس حريري ومئاتي. عم بيقولوا لك سعد الحريري قال انه لن يكون لبنان ولاية ايرانية وما حدا يمكن انتبه، لن نعترف لحزب الله باي حق يتقدم على حق الدولة. احمد عم بيرد على تويتر باكثر من تويت، هل مطلوب انه يكون في ظاهرة صوتية على شكلة الاسير ام هو مطلوب ممارسة سياسية حقيقية؟ لا عم بقول لك شو عم بيردوا عليك على كلمة انه ما كان في موقف سياسي بنفس الاطار. نحن على كل حال عم نحكي بالبلديات، عم نحكي بكل شيء. صحيح يعني اللواء ريفي مستقيل حتى من الحكومة، في يقول بده اياه، ما عنده نفس المسؤولية ونفس التبعات في هذه المسألة، فكمان في كذا أكثر من رد ما حأسردهم كلهم. تفضل حياة لنرجع. طبعا أنا بدي ثني على اللي قاله وسام بشكل دقيق، في حالة انكيات مرعبة ومقرفة ومقرفة، وكل واحد شمتين بالتاني وناطر التاني على دقرة، مع أنه عمليا اثنيناتهم سوا بيعرفوا أنه هيدا مثل واحد عم يحط المسدس وعم يقوس راسه أو يقوس إجره أو إيده، يعني هذا المبدأ الأساسي، لأنه عمليا شو عم يصير شو عم تعملوا بهالاتجاه هذا. بتأمل أنه هل نتائج هيدي بالذات تعيد الناس لرشدة، وأنا أنا من الناس مين أي ناس عم تحكي؟ عم بحكي 14 أذار بالذات، عم بحكي بالذات على القوات وعلى تيار المستقبل هون. ليش؟ لا لحلك شغلة، أنا وماذا عن العلاقة مع اللي بقريفة؟ طبعا هلا هيدي الشغله في ضروره لاعاده بحث القصه.
طريقة معالجتها أنا ما بعرف كيف بصراحة، ما عندي فكرة، خاصة أنه عمليا اللواء ريفي أيضا يسعى ليكون حالة مميزة، حتى يعني ضمن إذا بقي على ثوابت 14 أدار وعلى إرث رفيق الحريري، هو بده يكون أنه حالة مميزة، بيقبل يكون زعيم هالشغلة كلها تسوى، بس بالتأكيد ما بيقبل يكون جزء من القضية. وأنا بفهمه عنده الطموح وعنده التجربة هلأ، خاصة هذه يمكن تأدي له، مع أنه كانت إذا بدك تطلع بقلب طرابلس تعتمد على 11% من أصوات الطرابلسيين، الربح اللي ربح هو يعتمد على 11% من أصوات الطرابلسيين، مش أكثر لا أكثر ولا أقل، 11 وربع، 11 ونص، بس الباقي يمكن موقفهم بعد ما بعرف عمالك ما بقدر أعرف، لا يمكن موقفهم احتجاجي مثل ما قلنا انسحبوا من الانتخابات كلها تسوى، هنزلوا انتخبوا لأنه منو عاجبهم الوضع، منو عاجبهم الوضع، فلكن ما راح انتخبوا، ما راح انتخبوا أيضا، بس هي منا نسبة جيدة تنقول 26% بمدينة مثل طرابلس عادة ما كتير أكبر من بيروت، أحسن من آخر مرة 17.5%، بآخر مرة ما كان في معركة بالمرة، خلينا نذكر أنه كان في معركة، لكن خلينا نطلع على هالنقطة بالذات. الشيء الثاني اللي بدنا نرجع عليه واللي هو هون، أنه الخطاب تبع سعد الحريري اللي أعلى منه هو الحرب الأهلية، دائما كنا نقولها للناس كلها تسوى، بالمواجهه مع ايران وحزب الله والجماعه السوريه والى ما هنالك، كان كل الوقت اعلى ما يمكن يصير نحاكى، ودائما يعني عم يكون اقسى بعض الاحيان بيوقف هذا يعني بتوقف على اعصابك بنقز اعلى منه هو الحرب الاهليه. انا هلا عم بتطلع انه لنفرض كان غير هذا المشنوع انه اخذ اللواء ريفي هو وزاره الداخليه، كيف كان رح تكون تصرفاته؟ ما بعرف انا هلا اذا بدي ارجع لورا، ما بعرف، يمكن كان قاصص الضباط، كانه عم بتقلي من حظه انه ما اخذ وزاره الداخليه، اخذ وزاره العدل، لا عم اقول لك ما بعرف. هل كنا فتنا بالحياه مثلا، فتنا بحرب اهليه او فتنا بمواجهه مسلحه، او كنا عمليا تصرفنا بنفس الطريقه او بشكل مشنبل اكثر؟ لو كان رئيس وزراء كيف كان تصرف بصراحة؟ كنت استقلت الحكومة من أول يوم، خلينا نقول ساعتها، خلينا عملية، خلينا نقول أنه هيدا المنطق، لأنه استقل من وزارة العدل، مش عم بقوله شيء، استقلنا من الحكومة معناتها تركت البلد بدون أي إدارة بهالحالة هيدي. يمكن يكون هلأ إذا بتسألي ناس طيب معلش، لا بيقولوا أنه أكثر من هيك إذا ما كبرت ما بتصغر، هيدا السلمة سامعينها مشلولة. طيب أنا بقول لك بعقلية رفيق الحريري وبعقلية سعد الحريري ما موجود هالشيء هذا، انه ترك الامور وتخرب الدنيا واذا ما خربت ما بتعمر. لا انا بعرف المبدا الاساسي اللي قائم عليه الحريريه السياسيه اللي هي عمليا سعد الحريري هو اللي ماسكها، هي مبدا التسويه ببساطه. طيب اسمع لي هالسؤال، مزيه فطيرجي، مين هالعبقري اللي قال له للشيخ سعد انه يحط الاحباش على اللائحه مثلا؟ تعرف قد عندي اسئله من هالنوع عند الناس عم بيشوفوا مسؤول من تيار المستقبل، عندهم تساؤلات من هال هيدي برجع بقول لك، هيدي التساؤلات موجوده بقلب تيار المستقبل. انا ما صار لي 3 اشهر تارك المؤسسه، بس ولا مره شفنا محاسبه مثلا انه فلان بتحملها يعني لغيرك، بتحملها للمنصه الجديد؟ لا بعدني انا موجود، لا انا ما بدي انسحب من المسؤوليه، انا شاركت بكل الاجتماعات، شاركت وكان في ابداء للراي بكل نقطه، ما بدي ابدا، بالعكس الله يعطيه العافية المنسى، لأنه حقيقة عمل جهد أكثر من قدرة أي إنسان طبيعي، لكن هي النتيجة بالأساس لأنه عمليا كل أفرادنا وكل كوادرنا ما قدروا يستوعبوا ليش هالشي صار. يعني اليوم الوزير فيصل كرامي يردد عليك أنه هو له الشرف يكون مع المقاومة مثلا بقلب اللائحة، يعني برجع بقول لك اذا المقاومه هي ان تكون عنصرا في حزب الله، طيب ساعتها بده يطلع. بس انه كيف تشرح لي اليوم عيله عريقه طرابلسيه هالقد قدرت تكون منا لصيقه ببيئتها مختلفه عنا؟ يعني اكيد بيعرف الاستاذ فيصل كرامي شو الوضع طرابلسي، ما في حدا ما بيعرف اليوم انه وين هوا اهل طرابلس، على كل حال مش لحالهم يعني، حتى مش بس الطائفه السنيه، في كتير بيقولوا انه اليوم في
يا في دولة يا في شريعة غاب، هيدا منطق موجود. ست بولا أنا ما بد أنا بعرف شو جزء من الأسباب لهالشغلة هيدي اللي هي إنه الاستمرار بالوجود. الاستمرار بالوجود لأنه ما لك محل بالمحل الآخر، وفي استمرار له علاقة بكتير شغلات. يعني هلا بتذكري بالحكومة الماضية حزب الله وحركة أمل تخلوا عن مقعد لحتى يحفظوا صحيح. يعني مقعد شيعي خلينا نقول ايه. خلوا عنه وعطوا للطائفة السنية ايه. كان كله لتقوية رئيس نجيب ميات هلا الناس سنية. يعني بتدلى براسها على الصعيدي بس بالنسبة ل بس ما خدمت يعني خلينا هي شو بتقلك أنا موجود على الأقل بوزارة موجود بوزارة قادر أعمل دينامية معينة من خلال وزارة لأنه على العقلية التقليدية تبعت القيادات السياسية بلبنان هي عقلية أنه مزرعة الدولة أنه أنا إذا ما كنت بقلب الدولة ما لح أقدر أعمل شيء بهالخصوص هذا خاصة للزعامة التقليدية وأنا بقول لك عمل كذا شغلة لقله يعني رجع جاب جماعته وحطهم بمواقع معينة كانوا طالعين منها بفترة سابقة وقدر عمل كام همروجة رياضية وكام هيدي الشغلات كلها هيدي شغلات بيحسبوها بتعملوا لحسابات فاصل مشاهدينا ونعود دكتور علوش كيف قرأت تويت الزعيم وليد جنبلاط حول سفينة التايتانيك اللي وصلت على طرابلس وغرقت طبعا التعليقات الأستاذ وليد جنبلاط دائما لها نكهة خاصة بس مش بالضرورة أن تتناسب مع الرسالة يعني اللي أو مع الوقائع بس خليني نرجع ل بس كان عنده رسالتين على فكرة ورجع بس لواء ريف للمحافظة لا بس يقال ما كان بده انتخابات بلدية في محل انه عم بيشمت يمكن لأنه يعني بالنهاية خلينا نقول وزير الداخلية أصر على إجراء انتخابات بلدية صحيح. كان في جو ضاغط لإجراء أجريت الانتخابات البلدية لأنه كل طرف صار يزايد على الثاني بأنه هو مش فرقاني معه هلا الطرف الأكثر كان سعيا لإجراء الانتخابات البلدية هي التحالف المعراب بالذات لأنه اعتبر أنه فرصة لإله لحتى يأرجي لا هو كانوا متأكدين أنه لح يكونوا تسونامي تسونامي بكل معنى الكلمة الأطراف الأخرى قال لك من يعني من بيقين أنه حزب الله نحن وليد جنبلاط ما كان بدنا رايحين اجر لورا واجر لقدام بعد سؤال استقاله النائب روبر فاضل ماذا تعني وهل في انتخابات فرعيه برايك؟ انا بعتقد لن تقبل الاستقاله لن تصل ما فيها ما تقبل لا فيها ما تقبل هي ما تنعرض بدها لحالها على الهيئه العامه فيها على الهيئه العامه ما فيها ما تقبل واحد بده يستقيل ما في له لا عم بتابعه كل يوم بيومه اذا بعده مصر على الاستقاله لا اوكي مصر لحد ماشي معلش ما انا مشكله بس ما رح تصير فيها بس ما بتعتقد موقف يعني شعبيا اليوم له علاقه بالموقف الشعبي او له علاقه بتغيير ما خليني اقول لان كنا عم بيقول انه حاولوا تيار المستقبل ان يثني عن الاستقاله بس هو اصر عليها معقول يكون بده ينزل مع اللي وقريفي مثلا يعمل لايحة مرت الجاي ما بعتقد لك انا سؤال يطرح روبير فاضل منه كثير عم يدور على موقع سياسي هو براسه شيء له علاقه بالاماء شو له علاقه بالاقتصاد اكثر من ما شيء صح. له علاقه حقيقه بموقع اصلا جريناه جر نحن حتى فات على بس والده كان نائب معروف انه عيله خلينا نقول بطرابلس بيشتغلوا سياسي والده كان يحب انه يكون نائب هو ما كان كتير يحب انه كان يكون نائب هلا هي بس ببساطه اذا الموقف اللي عمله ترافق مع كره ثلج داخل المطرانيه الروم الارثوذكس وداخل كنيسه الروم الارثوذكس بيكون على خلفيه عدم تمثيل المسيحيين صارت بطرابلس صارت على الجماعه الاسلاميه استقاله ما ايه. ما صارت بال تماما ولكن لو كان هذا الاستقاله رح سوف تؤدي ل تغيير ما ايه لنمطيه احتجاج معين عند المسيحيين ايه بعتقد كان الموضوع جدي بس بعتقد انه هذا الموضوع شوي ويمكن حسب ذنب يمكن حسب ذنب بقصه البلديه انه ما قدروا يوصلوا مسيحيه لان كان معروض فكره وما فاتوا فيها لكن الخيارات اللي كانت ما بتعرفها مش هي خياراته بس لروبير فاضل كان في خيارات المطارنه هن اللي اجوا قالوا هول الناس اللي بدنا اياهم يترشحوا بس على كل حال بغض النظر عن الاشخاص انا اول ما قريت الاستقاله فكرت انه استقاله لفشل التحالف بايصال
خليني اقول لايحة كاملة الى المجلس البلدي بعد ما كل هوت يعني فكرته موقف اعتراضي مع الناس، بعدين طلعت انه لا موقف خلينا نقول متعلق بتمثيل المسيحيين وهو نائب بطرابلس بالنهاية، يعني هيدي شعبيا كمان ممكن انه انا بعتقد بتأثر عليه بالتأكيد بتأثر عليه، بالتأكيد بتأثر عليه خاصة بالتعليل اللي انحكى، حكيوا عن الثنائية المسيحية وعدم الأخذ برأي الثنائية، يعني لو أخذته برأي الثنائية بعد كل هول يمكن ولا واحد كان وصير خلينا على الأرجح بس بالجو ترابلسي فقط. ماشي ما بنحكي ثنائية سياسية لأنه عمليا صحية ثنائية مسيحية، لكن القاعدة تبعتها وهدفها هي السلطة، يعني ما حدا يجي المنطق نقول هيك معك حق، بس يعني بالاخر السلطة. الواحد بالتعبير انا بس بدي زيد شغله واحده قبل ما بنشان لانه بدنا نخلص النتائج الانتخابات النيابيه رح تدفع كل القوى السياسيه انها تراجع رايها بمساله القانون النسبي لانه عمليا اذا بطلع هلا كل المتحمسين بشكل عظيم للنسبية المطلقة أو النسبية النسبية أو النسبية، نحن بالأساس قلت لك من شوي كنا عم نحكي إنه نحن في عنا نسبية بالأساس موجودة بقلب القانون واللي هي المحاصصة الطائفية صح. أو هاي نسبية موجودة صح. ما فيك أنا ما بقدر لاقي أي طريقة تركب نسبية فوق نسبية، ركبوها عمل لك ركبوها بأكثر من قانون بأكثر من محاولة بأكثر من إكزرسيس. أنا بدي أعلق على شغلتين بخصوص اتفاق مع راب أصلا بيّن أنه كتير ضعيف خصوصا بالمدن الكبرى أي. يعني ببيروت انتخبت العالم عكس رأيهم، بسن الفيل نفس الشيء، بزحلة هو رئيس البلدية الحالي هو قوي أسعد صغيب هو قوي. هلأ بخصوص النسبية انا اتحديهم اذا هن بيقدروا يطلعوا النواب اللي عم يحكوا بالنسبيه اللي نص نص وكيف ما بدك اذا فهمانين كيف بيقدروا ينتخبوا. مين بيطلع ومين ما بيطلع. لا ما في شك انه بدك لكل واحد تشرح له كيف بده ينتخب، بدك كثير صعب، بدك تفسير لكل شخص. بس خلينا نقول كمان شغله، هل تم تفكير ماليا بالنسبيه انه ادخال هكذا عناصر الى البرلمان اللبناني؟ عم تتخيل بدل ما تكون بسبعه ثمانيه ديسيجن ميكرز بصير عندك قد ايه 70 طول ما في نظام مقسم طوائف، هذا الخبريت والنسبيه هيدا باسرائيل على كل حال لحظه باسرائيل اوقات مثلا حزب مثل شاس خلينا نقول او احزاب متطرفه دينيا بيضطروا يفوتون بيخربوا بالسياسه ما في قيد طائفي، مش انه في للسفارديم هالقد للحريديم هالقد لا بس بالاحزاب الموجوده ضمن الاحزاب والائتلافات الموجوده هيدا اسرائيل دائره واحده مع نظام نسبي اسرائيل هيدا. بس أنا بعتقد في شغلتين بلبنان، بمطرح من المطارح منروح ومندور ومنرجع على القضاء، منروح ومندور ورح نرجع على القضاء، حنرجع على الستين هي بطريقة من الطرق أكيد يعني. وإذا في إصلاح، إذا لابد يكون في إصلاح بالقانون الانتخابي نروح على الدائرة الفردية صحيح. هاي هي نحن أول سرسرة طول الوقت المختلط والنسبة والهيدي هو الوان وان مان وان فوت أو الدائرة الفردية اللي كتير معجقة، بس آخر شيء بنوصل على الصوت واحد لكل مواطن لكل ناخب وان مان وان فوت، لأن الدائرة الفردية عم بتصغري كتير الدائرة، فيك تعمل نظام قضاء وفي نفس الوقت واحد بيروح ينتخب واحد وهذا هو اكثر تمثيلا بلبنان لانه الناس كمان عندها بتاخذ تتعامل مع الاقضيه ك بس بتعرف كله مخيف بالخطاب السياسي كيف معقول يصير، يعني بعد لحد هلا ما تفكر بقانون يخفف من هذه الحده من ابتعاد اللبنانيين بعضهم من هذه اللي هو الطبقة السياسية عليها مسؤولية كتير كبيرة خلينا نقول بشيل الطائفية من النفوذ عبر قوانين ممكن في مشكلة مسيحية تعمل ربط لمصالح ما بين الناس، في مشكلة مسيحية إسلامية عميقة بالبلد، في مشكلة سنية وين ما كان بالعالم عم بتصير لأنه وهلا إذا إجا ترامب بأمريكا وعندك بوتين وفي مشكلة سنية شيعية كمان عميقة بالبلد، هيدي مشاكل واقعية وجدية مضطرين نجن مع العالم، يعني ما فينا نحن نروق وقت كنا العالم رايق وعاقل ونحن نجن. ولكن في شغلة بهذا الجنون مثل ما عم بتسميه بقول لك في شغلة لازم بتتحدد، هو انه بهذا الجنون في مايسترو هو حزب الله، وهذا المايسترو عنده قرار الحرب والسلم، وبوجه هذا المايسترو اللي عنده قرار الحرب والسلم في شيء ثاني اسمه قرار التبريد والتسخين مع حزب الله. هذا قرار التبريد والتسخين مع حزب الله كان على القليله من كم سنه معروف مين ماسكه، للي مسكته هي قياده 14 اذار. من فتره في أزمة بمن يملك قرار التبريد والتسخين مع حزب الله، على الرغم كل نتائج انتخابات بيروت وطرابلس وخصوصا طرابلس، بعتقد أنه الأفضل
والأكثر واقعية والأكثر مضمونية للسلم الأهلي أنه يضلوا قرار تبريد والتسخين مع حزب الله بإيد سعد الحريري زائد سمير جعجع بهيك معادلة صحيح. بهيك مغزى أو بهيك إيحاء سعد الحريري زائد سمير جعجع لا يمسك بقرار التبريد والتسخين. ما في هيدا قرار التبريد والتسخين مع حزب الله يكون قرار عشوائي او شعبوي. ما هيدا بالذات ما في يكون وان مان وان فوت يعني كل واحد أوكي. عنده قرار التبريد والتسخين طيب. وانا حر رايي انه انا رايي هيك ما في كل واحد يعني اخر شيء يكبس طيب. على زر التبريد والتسخين مع حزب الله خصوصا يعني بكل هيدا المناخات المعقدة بنفس الوقت في حروب أهلية بالعراق وبسوريا وبنفس الوقت في مسارات تسويبية الأفضل بهيدا اللحظة هو ترجع تنطرح الأمور اللبنانية بنفس تسويبي ولكن بنفس تسويبي مدرك لشروطه مأمن شروطه لأن الحديث هلا المسارات التسويبية الاقتراحات التسويبية ثبت أنه ما عندها شروط مقنعة وسديدة وعندها أدواتها لتقدر تفرض حالها وترجم حالها ولتقدر تقتنع فيها الناس وتكون ناجعة يطلع منها شيء بالنهاية غير خسائر. شكرا لك بعد الحديث هلا يعني الأمور مرجحة. شكرا جوني نحا. شكرا دكتور مصطفى علوش على وجودكم معنا. نحن مشاهدين هتوقف مع فاصل وبعدين ينضم إلينا أستاذ لقمان سليم وعلي أبو دهن اللي بتعرفوه اللي كان سجين بسجن تدمر رح نحكي أكثر عن هذا الفيلم وعن السجن. فاصل ونعود. تدمر مدينة سورية عريقة ولكن ما أدراكم ما هو سجن تدمر. رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية علي أبو دهن ولقمان سليم مدير مركز أمم للأبحاث والتوثيق في لبنان بيحكوا عن هذا السجن اللي عرفوه عن قرب وعن قرب كبير. اثنيناتهم نالوا نصيب من التعذيب ومن وجودهم في هذا السجن. حضرتك من سجن؟ انا عم بقرا قبل هيك قلت يا عم لقمان امتين كان لا. بعدين اذا راح على تدمر لقمان ما بيردوه ما بيردوه المفروض انه احنا سجنناه معنا سجنته بالفيلم نعم. على كل حال سجننا. خلينا نقول هذا الفيلم من اخراج زوجتك الالمانيه السيده مونيكا بيرغمان وعطيه يمكن اخراجها لمونيكا بعد اكثر من لبناني خلينا نقول وبلش يحصد جوائز عندنا جائزه فيزيون دو ريال بسويسرا جائزتين وهلا هو مرشح للمشاركه بعدد من المهرجانات علما انه هيدا هو الفيلم الثاني اللي بعمله انا ومونيكا بال 2004 عملنا كمان فيلم وثائقي طويل عم نحكي عن وثائقيات للسينما او معموله بتقنيات سينما مش بتقنيات تلفزيون مع انه التلفزيون شيء مهم فهيدا انا كنت متوقع نفوت بمقطع ايه تحضر درسي بس هلا رح نشوف مقطع سوا ونرجع نكمل نحكي مع علي اللي عشت 13 سنه بالسجن مزبوط بسجن تدمر مقطع مشاهدينا من هذا الفيلم انا تنفس احنا التنفس نقعد ركابنا على الارض وايدينا ورا ظهرنا وهيك لازم 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 هيك نقعد بس هيك كيف نقعد هيك نعم وإيدينا هيك وراسنا تقريبا لازم يوصل على الأرض ونغمض عيوننا ما لازم نفتح عيونك إذا مرق هيك من قدامك وشافك مفتح عيونك بده يضربك على حينك وين ما إجي هيك نعود في حفة كانت قدامنا هون هيك قال لي ربطني هيك على هذا قال لي حط ايديك هيك ما انا ماني شايف هذا قام هو شد لي ايدي وحط لي اياهم في حفه هيك حطيت ايدي هيك عليها قال لي افتح ايديك فتحتهم ايدي صار افتح اصابعك فتحت اصابعي هيك بهالشكل هذا
صار يربطني على كل اصبع باصبعه. انا ما صرخت، ما قلت اخ، قلت انا اذا بدي اقول اخ او بدي اصرخ بده هو ينبسط انه عمل شيء يعني زعجني او هذا. انا عملت حالي ما معي خبر، ايدي هودي تفزر وهودي نزل دم. رفقاتي يعني ريمون كان معي قدامي قاعد وهذا يقولوا شو هذا عم يخبط، يعني يتعذب وشو فيه، وهو عم يخبط لي كل اصبع باصبعه وبوط، بتعرف بوط العسكر كيف. فزري اصابيعي العشره، يمكن ضل واحد ما انفجر بس الباقيين كلهم نزل منهم الدم. كل اصبع باصبعه هيك بجي على اصبع. فتنا لجوا شافون اللي بالهذا انه معقول؟ لك ما بكيت، ما صرخت ليه؟ قلت له بدي حرقصه، ما بدي خلق، ما بدي فش له خلقه انه هو عمل شيء. عم نشوف كنا مصطفى شمس الدين قعدتوا 12 سنه سوا، مثل ما كنت عم تقول لي استاذ علي ابو دهن. حضرتك قعدت 13 سنه بس نقلت من اكثر من سجن. نعم والتعذيب واحد، خلينا نقول تقريبا التعذيب واحد وين ما كنا، بس الاصعب كان هو بسجن تدمر. سجن تدمر هو بتقولي مقبره المساجين بكل ما يعني الكلمه، لانه اللي بفوت على تدمر بفوت ما بيعرف اذا بيطلع طيب ابدا، لانه الداخل مفقود والخارج مولود. اول ما تفوتي على تدمر في عندك استقبال كثير، استقبال رسمي، بمر السجين بين شي 30 او 35 شرطي معهم كل انواع الكرابيج والعصي والحديد، بتمري بيناتهم انت مكلبجه مطمشه، ما بتعرفي كيف تاكل الضربة وما بتعرفي كيف توقع على الأرض وكيف تقومي. والأسوأ من بعد الضرب اللي هو اللي بيجيك التعذيب النفسي، اللي هو بيجي رقيب أو شرطي بيخطب فينا بيقول أنتم أتيتم إلى مثواكم الأخير، هون ما في عندكم الله ممنوع دخوله لتدمر، لسجن تدمر، لقد منع الرئيس حافظ الأسد، كان بوقتها حافظ الأسد، دخول الله إلى سجن تدمر. نحن الله، نحن اللي منحييكم، نحن اللي منميتكم، واللي مش مصدق يرفع إيده، نحن من موته خلي يجي الله يخلصه. فكانت هذه أولى لحظات دخول تدمر، واللي هي تكسير الرأس، تكسير الجسد، تكسير النفس. هيدي كنت تتوقع انك تظهر علي حي من سجن تدمر؟ بالواقع العمل كثير كبير، الانسان بيعيش على امل وبيعيش انه في مجال، كان في عندي امل انه عن جد اطلع بثلاث حالات. اول حاله كنت اقول اذا صار في حرب بسوريا ما كنت اتوقعها ابدا. وثاني في شيء اذا بس مش هي حالتك، انت ظهرت قبل الحرب. نعم ظهرت قبل الحرب. نعم سوري. وكنت بفكر انه اذا مات بيموت رئيس، فكان مات الرئيس. ظهرت بهالحاله، ظهرت لما مات حافظ الاسد، لما طلع سجناء سياسيين. نعم. واستلم رئيس. نعم. بشار الاسد. نعم استلم بشار الاسد، رئيس بشار الاسد طلع، ما طلع كل يعني ما عمل عفو عام. عمل عفو عن سجن، يعني كان مثل ما بتقول انه برم هيك قال لهم طلع وطلع. وطلعنا من سجن سدنة. طلعت نفس الوقت انت ومصطفى شمس الدين؟ نعم، اللي شفناه كمان. نعم طلعنا 54 شخص، بيننا 9 فلسطينيين عايشين بلبنان و45 لبناني طلعنا بهذاك الوقت. ووثقت حضرتك المعتقلون اللبنانيون في السجون السورية الخارجون من القبور سميته. نعم. هذا توثيق لكل شيء شفته. نعم. كل شيء تعرفت عليه. نعم. هلا هون استاذ لقمان، حضرتك عبر مركز امم ومع زوجتك المخرجة الألمانية جيتوا وثقتوا هذه القصص، كل اللي عم نشوفهم بالدوكيومنتري هن حالات حقيقيه، هن عم بيمثلوا دور عشو. خليني اختصر، اول شيء بالنسبه لنا تدمر هو اسم جنس وليس فقط اسم علم. فعندما نتحدث عن تدمر نحن عم نحكي عن تجربه سجنيه في ظل نظام استبدادي، وبالتالي نحن مش بس عم نحكي عن الاحياء
يلي اتيح لهم انه يظهروا من السجن وانه يرجعوا يرووا سواء بالكلمه وباللفظ، اما باعاده تقمص ادوارهم كضحايا والجراه على انه البعض منهم يتقمصوا ادوار كمان السجانين. ولكن عم نحكي عن تجربه بالاخر ممكن تكون بسوريا، وبدنا هون نشدد على انه هذه التجربه ما زالت مستمره في سجون سورية، وأنه في ما زال المئات من اللبنانيين نحن ما زلنا نطالب فيهم، مثل ما أنه في الآلاف من السوريين ومن غير جنسيات. فشغلنا مع الجمعية اللبنانية للمعتقلين السياسيين السابقين بدأ بال 2010-2009، بدأ بنوع من بناء قدرات لهذه الجمعية، مساعدتها على أنه تنهض بنفسها وأنه تقدر تدافع أكثر عن هالقضية، لأنه تنكون واضحين أنه اليوم من يخرج من السجن الإسرائيلي هو مكرم وهو معدود بطل، أما من خرج من السجن السوري ومن يتسرب بعد من السجن السوري فهو معدود في حكم المرذول الذي لا حقوق لا مادية ولا معنوية ولا اعتراف بمظلوميته. فبدأت علاقتنا بعلي أبو دهن وبرفقاته من 2009-2010، وبال 2011 بلورت فكرة شغل تعبيري لا يقتصر على الكلام أو على الشهادة اللفظية. فكان أول شيء عملوا بيرفورمنس، هن كتبوها، سافرت على ألمانيا، عرضت بعدد من الأماكن، وبعد هيدا خليني اسميه التمرين الاول حسينا انه نضج الوضع للشغل على هذا الفيلم، وهون بدات هاي التجربه. ولكن اكيد يعني هذا الفيلم يوثق، ولكنه ليس فيلما يقتصر على توثيق بمعنى خياطه مجموعه شهادات حد بعضها. الفيلم هو عباره عن تجربة كمان فنية، سواء على مستوى التصوير، وهون بالطبع بشير لشيف أوبيراتور الأساسي اللي كان معنا طلال خوري، مثل ما هو تجربة كان على مستوى المونتاج اللي كان انشغل فيه مع شخص سويسري. فهو بنفس الوقت فيلم بيستعيد رواية سنوات من أعمار لبنانيين، إذا جمعتيها بتطلع يمكن شي 200 سنة بمئة دقيقة، وبنفس الوقت هو تجربة على مستوى صناعة دوكيومنتري إلى علاقة بالواقع دون أن يكون أسير الوقت. كم تجربة خليني أقول أخذته بالدوكيومنتري، يعني كم شخص شارك؟ بالحقيقة بالمشاهد العامة واللي هي كانت الأصعب واللي صورناها بإحدى المدارس القائمة على كتف بيروت، كان العدد الكامل، يعني الشيء اللي بيسموه هن بلغتهم أو بلغة السجن المهجع اللي هو السنزانة الجامعية، كان فيه 23 شخص. وهيدي لربما كانت من أصعب مراحل التصوير والعلاقة البشرية بين بعضهم، لأنه كانت عمليا مثل واحد عم بيعمل غطس بماضي سحيق وبشروط خليني أقول صعبة. فبيعنا يعني حوالي 9 شخصيات أساسية بنشوفها كل الوقت بتحكي أو بتتحرك قدامنا، وفي المجموع هو 23 شخص اللي شاركوا بهذا العمل. هون فينا نشوفهم 23 شخص. هيك كنتوا تناموا عليه؟ هيك كنا ننام تسييف، كان يعني في استعادة خليني أقول تقريبا دقيقة للسجن للمكان اللي كنتوا هو فيه. المشكلة الأساسية كيفية استعادتنا للسجن. بتعرفي أنا باليوم هذا صار لي هلا 15 سنة 5 أشهر و17 يوم طالع من السجن، لا أقدر أرجع عيش لحظات هالسجن هيدي اللي عشناها انا ورفقاتي. اخذت معنا وقت مثل ما تفضل الاستاذ لقمان، يعني عملنا عده جلسات، عملنا عده نقاشات، وصرنا نرجع شوي شوي للسجن. بس لما رجعنا للسجن عن جد ما قدرنا طلعنا منه. احد رفاق الفنيله بعد 3-4 ايام قال لي الله لا يرحم اهلك. تعب نفسيا لان استعاد، قال لي ما معقولي انا ظليتني 7-8-10 سنين لنسيت السجن، انت رجعتني على السجن وهلق مش قادر اطلع منه. كانت العملية كتير قوية وصعبة كتير اتجاهنا نحن نرجع اعادتنا للسجن بعد الفترة ال 15 سنة، وهيدي كمان عملوا جهود كتير كبيرة، يعني جبارة على الشيء. بس انا كتير انبسطنا،
كثير انبسطنا انه احنا جسدنا واقع السجن كما هو مثل ما كان عن جد. لا الانسان بيرجع له يمكن شوي من حقه لما يخبر الناس شو صار معه او شو عاش او يخبر مظلوميته، فهون يمكن شغل الجبار. وهيدا مثلا هيدي كمان من احد المشهد عم كيف كانوا يعملوا فينا، يعني يطلعونا نشرب المي مثلا، هيدا مي الشتاء عم نحكي هون، مية وحل او شو ما كانت تكون، بيجبرك على شرب المي، بيجبرك على اكل صرصور، بيجبرك على بلع فار، بيجبرك على شو ما كان يكون. في مرة قلت لي حدا كمان اكل عصفور. نعم هو حي. انا هو عايش مع ريشه. لا يا ريته تعيش، لو انه عايش طيب بيكون طازة، كان ميت صار له يومين ثلاثة وكانت ريحته طالعة وفي في نمل وفي كذا وبلعته، ومشان هيك في نبرات الصوت مغيرة معي لحد هلا. لأنه راحوا نبرات الصوت. أخذوك عند حكيم أو ما أخذوك أو ما في حكم بيتم. طيب شو بيصير، شو بيصير فيك؟ ما بتتسمى؟ ما بيموت الواحد؟ يعني في أشخاص كانوا يموتوا مش مشكلة إذا ماتوا. كثير ماتوا، إذا مات حدا شو يعني شو؟ ما له قيمة. ما له قيمة، تصوري اليوم قد إيه عم بيموت؟ آلاف السجناء اليوم عم بتموت بالسجون، بالسجون السورية من التعذيب. مين عم بيسأل؟ ما حدا عم بيسأل ولا حدا سأل. وكان يصير معنا نفس الشيء، يعني من سمعتين ثلاثة إذا حضرت تذكري أنه صار في تمرد بسجن حما. طيب لنسكر سجن تدمر من سنة ودمروه، هالسجناء راحوا لوين؟ حدا من الدولة اللبنانية مسؤولينها حدا شيء ذكر انه هالسجن هذا ممكن سجناء لبنانية؟ رغم انه حضرتك بتعتقد انه كان فيه، انت طبيعي. انت اكثر من مره طبيعي. قلت انه بعد في لبنانيين موجودين. مش بولا باللجنه اللي كان على راسها الوزير جان أوغاسابيان وصل مع الطرف السوري للتحقيق بحوالي 625 حاله، فهيدا امر بالاخر مش نحن عم نقوله. بس وقتها كان في اغلبيه جرائم عاديه، خليني اقول هيدي الفيرسيون، هيدي النسخه السوريه او البعثيه للموضوع. ولكن نحن ما فينا ننسى انه اليوم بالاخر وقت اللي نحكي مثلا عن تدمر، انه خلينا نحكي كمان عن كل المقابر الجماعيه التي تحيط بهذا السجن واللي لربما اختفى فيها العشرات. خلينا ما ننسى انه من يومين، يوم ما استقال كبار المفاوضين السوريين، احد اسباب الاستقاله كان عجز عن التقدم بملف السجناء. يعني اكيد عم بيحكوا عن السجناء السوريين بالدرجه الاولى، ولكن هذا ملف اساسي وهذا ملف لا يتقادم، لأنه يجري على هؤلاء الأشخاص ما يجري على كل المفقودين. هذه جريمة لا يجري عليها لا عفو ولا تقادم. خلينا نرجع إلى سجن حما، شو صار بسجن حما؟ بسجن حما صار في تمرد صحيح، والسجناء قدروا يلغطوا رئيس السجن، مدير السجن، وبعض الضباط وبعض كذا، وصار في تفاوض معهم. وطبعا بنهاية الأمر السجين سجين بيبقوا، يعني ما قدروا يكملوا، أخذوا الضباط حلت المسألة. بس المشكلة انه نحن دمرونا مثل ما قال الأستاذ لقمان، دمر سجن تدمر. بتعرف شو تدمر مع سجن تدمر؟ كل الماس كريفز اللي حواليه. نحن مثلا يعني هيدا الحيط اللي أنا شاكيله آلاف القصص، شاكيله وباكيله وسامع لي قصصي إلي ولرفقاتي، دمر هيدا، دمرت ذكرياتنا، دمرت مطرح ما ألمنا، مطرح ما مات رفقات إلنا، مطرح ما كنا نسمع ضجيج الموتى وهو عم بيموت أنينهم، تمر وصارت بلاطة، ما عدنا نعرف شيء. هيدا باتفاق يمكن يكون داعش والدولة السورية، طيروا كل شيء ورجعوا انسحبوا هلق وراحوا. بس عم بتقول في مقابر جماعية موجودة محيطة بهذا السجن، هؤلاء هو اللي عم تحكي لسجناء كانوا طبيعي لسجناء. نعم لسجناء اللي كان يموت منه ما بيسلموا لأهله سجين إذا مات. يعني لما الانسان يموت بينتهي سجنه وبتتسلم شتته لا. المساله الاساسيه اللي صارت بحزيران سنه 1980 في اعقاب محاوله فاشله لاغتيال حافظ الاسد، ويومتها صارت مجزره حقيقيه، ومش معروف تماما عدد السجنة اللي كانوا موجودين واللي قتلوا. فانه عم نحكي عن المقابر الجماعيه كقرينه يجب المحافظه عليها ويجب المطالبه بنبشها. انا مضطره اتوقف مع فاصل اخير، بعدين رح نرجع نشوف ايضا مقطع من الدوكيومنتري اللي عاملينه. فاصل مشاهدينا ونعود.
عند المبنى. كل دبجة جوا ولا حاضر سيدي. لا تبرر ولا حيوان. حاضر سيدي. واحد اثنين ثلاثة سيدي. على اغلي ولا اسرع ولا. يلا يا حيوان ما تتمشى بها. اسرع من هيك ولا ماشي ولا تابع ولا اسرع ولا اسرع من هيك ولا لا جوا لا ما تتسلى يا اعتز بنفسك ولا حط مني لك حاطه حط ركيب اول ولا اعتز بنفسك ولا حاطه حط ركيب اول يلا يا حلك ايوه قال جوا لا جوا رئيس ماجع برا ولا؟ حاضر سيدي برا يا حيوان حاضر سيدي شال بالأرض ولا؟ ماي سيدي جاسيا يا حيوان حاضر سيدي بلسانك يا حيوان حاضر سيدي بلسانك بقول حاضر سيدي يلا يا حيوان كل عنا هدوك واقف أنا لا هدوك شد البابرة كنت عم بسأل تحت الهواء استاذ علي ابو دهن لان هو اخر مقطع شفناه اذا كان يتمنى الموت هو بالسجن تمنينا كثير مش بس انا يعني كانت امنية معظم اللي زاروا تدمر كان امنيتهم الموت بس انا بشكر ربي لما مات طلعنا وعملنا نحن وخينا لقمان وست مونيكا هالفيلم هيدا لنفتح بتعرفي شو مش بس هي عملية فتح بس لنفرجي العالم شو كان يصير في بتدبر يعني لو ما عملنا هالشي يعني هيدا الفيلم فيلم عن جد بس مع اللي عم بيصير هلأ بسوريا عم بيصير اللي عم نشوفه بأطفال نعم. عم نشوفه من مشاهد صعبة واحد بتصير خليني أقول قديه مأساته كبيرة وظلمه كبير بصير يصغر حد طبيعي حد المقاس اللي عم نعيشه هالمكان نحن عم نصغر كثير قدام اللي عم بيصير بسوريا نحن هذا اللي عم بيصير آلاف القتلى وآلاف كل يوم بيومه بس نحن عم نحكي عن هودي بحرية هذا نموذج خلينا نقول وتوثيق لشهادات حية استاذ لقمان عفوا بس بدي اسألك شو نفع الحكي اليوم والمطالبة بهؤلاء السجناء اللبنانيين بالسجون السورية وقت اللي لما كان في خلينا نقول شبه دولة وكان في وزير لبناني وبيطلع وبيجي وبيفاوض وما وصلتوا لنتيجة كيف اليوم وقت الوضع مثل ما أنت عارف يعني بكل بساطة أنه التخلي عن أي قضية هي حذف تهمة ممكن أن توجه للقاتل وأنا مقتنع بأنه النظام القاتل سوف يحاكم إن لم يكن جنائيا فأخلاقيا وهذه التهمة اللي هي تهمة إخفاء القصر لآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والعراقيين وغيرهم يجب أن تكون ضمن مضبطة الاتهام التي يجب أن توجه لهذا النظام واللي لازم أي نظام مقبل بده ينشأ بسوريا أو أي نظام بأي بلد تاني يعرف أنه هذا الأمر يعني مستحيل أن يسكت عنه علما أنه بس بالنسبة لملاحظتك الأولى أنه شو هيدا قياسا للشيء اللي عم نشوفه اليوم أنا بتقديري أنه مش كتير على يلي أسس حكمه على تدمر وعدرا وصيدنايا والمزة وعلى قمع الحياة مش بس الحياة السياسية الحياة أنه يرمي براميل أنا بشوف علاقة كتير علاقة نسب بين البرميل اللي نازل من الهليكوبتر وهالناس هول يلي انخفوا وفي غيرهم انخفوا وما رجعوا لأعمار كاملة خلينا نقول هؤلاء ما أخذوا محاكمة يعني المحاكمات كانت يمكن صورية استاذ علي ما هيك صورية اتهمتك مثلا كانت قوة لبنانية حضرتك نعم
هيدي التهمة مثلا انه هيدي التهمة معلبة الجاهزة العمالة لاسرائيل، القوات اللبنانية بلحظة، العرفاتية، الولاء للبعث العراقي، فيعني هاي انظمة بالاخر منا بحاجة تبرر كثير قبل ما ترتكب اي مظلمة. كنت بدك تحكي انه بكره هو ذكرى كمال البطل وحابب تحكي عنه. عن جد كمال البطل هو انسان مناضل كثير بحقوق الانسان، انسان مسك بايدنا لما طلعنا من السجن نحن، عن جد هو اللي دلنا شو لازم نعمل لبكره، هو اللي اخذنا وعملنا اسسنا الجمعيه وعملنا فيها علم وخبر، والاقدار اخذت بعمره، وهذا بكره ذكرى وفاته ذكرى الخامسه. ومن بعدها استلمنا هالايد خينا لقمان وصرنا نحن وجمعية أمم سوا لقدرنا نعمل توثيق لحياتنا وتوثيق للسجناء وتوثيق لكل إنسان يعني زار السجون السورية. فما تصوري ست بولا، خليني أضيف أنه كمال فضلا عن دوره بمساعدة الشباب على إنشاء جمعيتهم بال 2005 هو فعليا من وجوه الحركة السيادية قبل أن يكون لها هذا الاسم، وهذا الشيء مفيد انه نتذكر انه توصلنا ل 2005 لانه كان في ناس مثل كمال يمكن اليوم فلوا من هذا البلد او فلوا من هاي الدنيا، ولكن كانوا مؤمنين باقصى لحظات الهيمنه البعثيه على لبنان بانه هذا الشيء ممكن نعمله عنده بشكل من الاشكال، وكمال كان منهم. بدي اشكركم استاذ لقمان سليم، استاذ علي ابو ذهن، لو بعرف اذا عندك شيء كلمه اخيره بتحب توجهها للحكومه اللبنانيه، اذا عندك مطلب ما دائما بنسالك هذا الشيء، فتفضل بتطالب بالباقيين بعرف على طول الخط. هذا مطلبنا الرئيسي، نطالب بباقي المعتقلين، بدي طالب الدوله اللبنانيه كمان تنظر لنا كمعتقلين طلعنا في طلعت مثل ما ذكر الاستاذ لقمان، يعني اللي طلعوا من السجون الاسرائيليه وسجون الخيام نعطوا كل حقوقهم، نعطوا حق جندي يعني معاش جندي متقاعد، له حق بالمستشفى، له حق بالمدرسة، له حق بالتعليم، له حق، ونحن بعدنا لهلأ صلنا 15 و20 و23 سنة رفقاتنا وعم يموتوا رفقاتنا بعده ونحن ما قدرنا نحصل على شيء، بالرغم أنه في إلنا مثل في إلنا طلع قرار فيها بالمجلس الوزراء وانحرف ما بعرف لوين راح، صار بأي درج من الأدراج، اليوم بتعرفي مثل ما حضرتك الحكومة شو صاير فيها، ما بعرف أمتى ما أكثر الأدراج عن جد الأدراج، وهذا أمر كتير كتير مهم، نحن المفروض أنه نوصل لحقنا لأنه هذا حق مكتسب من الدولة اللبنانية لإلنا، لازم يعطونا إياه لرفقاتنا الكل. شكرا لك علي أبو دهن لأوتارك الصوتية. الله يخلي لي إياك، هلا أول مرة بعرف يعني كيف روحتها، واحترام كتير كبير لجهدك لهال النخوة اللي عندك اليوم، ترجع تطلع وتخبر وتكرر وتقول وتطالب للباقيين بحقوقهم. شكرا لك لقمان، شكرا. دايما بنشوفكم كمركز يعني لكم بصمات خيرة جدا مع هذا المجتمع اللبناني بظروف عمل اكيد ما في شك كثير صعبه. شكرا لك وسلام لمونيكا. مشاهدينا انا بشكركم على المتابعه، بدي اقول لكم من هلا رمضان كريم، وان شاء الله بشوفكم بعد الشهر الفضيل. طبعا برامج سي سي تتوقف خلال هذا الشهر، بس انا رح ارجع ورح تشوفوني على شاشه الفيوتشر بتموز المقبل. الى اللقاء.